أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على الاستمرار في تعزيز دور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطويره لمواصلة نمائه باعتباره أحد الركائز الداعمة لمسارات التنمية الشاملة، منوها سموه بالخطوات التي تمت على صعيد هذا القطاع الحيوي والتي أسهمت في تحريره واستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشيدا بدور خبرات الكوادر الوطنية التي ميزت هذا القطاع وأسهمت في الإنجازات والنجاحات التي أحرزها وعززت ازدهاره وريادته. كما نوه سموه بما تمتلكه البحرين من مقومات متينة ومتميزة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تستند إليها في عملها الطموح الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لمواصلة النماء لهذا القطاع. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة هواوي جيو بينغ، حيث أشاد سموه بإسهامات الشركة في تطوير شبكات الاتصالات في البحرين عبر شراكاتها مع مزودي خدمات الاتصالات في المملكة والتعاون البناء بينهما بما يرفد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بكل جديد ويسهم في مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات، مشيرا سموه إلى أن نماء قطاع الاتصالات المستمر في المملكة جعل منه أكبر القطاعات التي توفر فرصة توظيف النوعية للبحرين. وخلال اللقاء تم استعراض أهم المنجزات التي حققتها شركة هواوي على المستوى العالمي والإقليمي وخطط الشركة نحو التوسع في الأسواق العالمية عبر التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تسعى الشركة لتحقيقها، متمنيا للشركة التوفيق والنجاح في سعيها نحو تحقيق أهدافها. من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أعرب عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء وما أبداه سموه من اهتمام بإسهامات الشركة في البحرين، منوها بما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومتمنيا لها مزيدا من التميز والتفوق خلال المرحلة المقبلة.